لسوء حظه يتموقع بمحاذاة 10 دول تعاني ما تعانيه من ويلات البرد. إنه نهر الدانوب أطول أنهار الاتحاد الأوروبي والممر الرئيسي للعديد من السفن التجارية والعبارات. من أصل 2860 كيلومترا 1000 كيلومتر من النهر جمدت كليا، وبلغ بها سمك الجليد 20 سنتيمترا بفعل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 30. منظر، وبالرغم من عرقلته لحركة السفن، حول النهر إلى إحدى القبلات السياحية المفضلة. بروسيا خلت مقاعد الدراسة من السلاميذ وتوسطت الشوارع كاشطات الثلوج، وللمرة الأولى منذ 30 عاما تصل درجات الحرارة هناك إلى ناقص 50. الصورة ذاتها تعيشها إيطاليا التي أعلنت بها السلطات أمس توقع موجة من رداءة أحوال الطقس يجري إعداد ما يلزم لتجاوزها بسلام. هذا إذن لسان حال العديد من دول أوروبا التي ما تزال تئن تحت وطأة أزمة ديونها الخانقة، لتجد نفسها مطوقة بأزمة من نوع آخر كبلت تحركاتها الاقتصادية والاجتماعية وزادت طينها بلة.